الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنقول لكتشر 4 في المسل، وهي اللكتشر الأخيرة وخاصة بالسموث ماسلز. وكعادتنا قبل أن نبتدئ هنبتدي بمناقشة المالتيبل تشويس كويشنز على الامتحان السابق. الوضع كالآتي: السؤال الأول بيقول أولا هنا choose the incorrect، يعني هو قال لي اختار الخطأ، ما تختارش الصح. choose the incorrect answers. فالسؤال الأولاني بيقول regarding length tension relationship، العلاقة بين initial length والتغير في التنشن. maximum active tension occurs at sarcomere length 2.2 microns. صح، حتى قلنا توتو لو كنت فاكر، توتو اللي هو كان اقوى لاعب. وبعدين النقطة التانية the muscle contractions isotonic، دي الغلط بقى اللي هو عاوزها، لان احنا بنشوف التغير في التنشن، يعني اللي ثابت هو اللينث وعليه، فهذا النوع من الانقباض isometric مش isotonic، فدي الاجابة الخطأ وبالتالي تبقى هي المطلوبة. النقطة الثالثة the active tension is directly proportional to the number of cross bridges. صح، إجابة صحيحة، ال active tension is directly proportional to the number of cross bridges. ال D the total tension يساوي ال passive tension ده ال active tension. صح برضو. طيب السؤال الثاني regarding the load velocity relationship، اختار الخطأ برضو. velocity maximum is an extrapolated point، يعني ال velocity maximum نقطة خارج قطبي الكيرف، كل كيرف ليه 2 poles، دي بره البولز، يعني بمعنى آخر نقطة imaginary، يعني معنى آخر نقطة غير حقيقية. صح، لأن ال velocity maximum هتحصل لما يبقى اللود صفر، لما يبقى اللود صفر العضلة مش شايلة حاجة، هتنقبض بأسرع سرعة لأن مفيش أي لود. بس ده كلام غير صحيح، لان لو مفيش اي لود، لو العضله مش حاسه انها بتعمل حاجه لانها قوه عاقله سبحان الله، ما بتنقبضش خالص. تمام، يبقى دي الاجابه صحيحه. increasing the preload will increase the velocity maximum، زياده البريلود will increase the velocity maximum. طبعا هي دي الاجابه الخطا، ودي اللي تختارها اللي هي بي، لانه يعني كيف تتغير نقطة ما عندهاش لود؟ هي الفيلوسيتي ماكسيم نقطة نظرية، بس نظرية ما عندهاش لود، يبقى ازاي تتأثر بتغير اللود وهي ما عندهاش لود؟ فزيادة البريلود لن تؤثر في الفيلوسيتي ماكسيم. النقطة الثالثة ماكسيمم كونتراكشن ماسل كونتراكشن از ايزوتونيك كونتراكشن. صح، لان هنا بدور على التغير في الفيلوسيتي اوف شورتنينج، يعني العضلة بتقصر، يبقى التنشن هو اللي ثابت، يبقى ده ايزوتونيك. النقطة الرابعة الـ velocity is inversely proportional to the afterload، إجابة صحيحة برضو. طيب السؤال الثالث نشوفه مع بعض، بنقول إنه زيادة الـ stimulus intensity هتزود الـ force of contraction till a maximum stimulus is reached. صح، لأن كل ما هتدي stimulus أقوى هيشغل عدد أكتر من motor unit، عدد أكتر motor unit لحد ما كلهم يشتغلوا مع الـ maximum stimulation، بعد كده الـ contraction مش هيبقى أقوى، يبقى دي إجابة صحيحة. وبعدين زيادة الستيمولس فريكونسي هتزود الفورس اوف كونتراكشن، حتى قلنا كانت جراديولي اللي هو الستيركس فينومينو، لحد ما توصل بلاتو مستوى معين، برضو إجابة صحيحة. ستيركس فينومينو is explained by increased calcium. صح، انك انت لما بتدي ستيمولاي ورا بعض كمية الكالسيوم اللي بتخرج من الساركوبلازميك ريتيكولم وبالتالي بتتزايد في مصل وبالتالي تزود الانقباض. طيب النقطة الرابعة بنقول الآتي، إنه increased the stimulus strength will increase the force of contraction of one motor unit. دي الإجابة الخاطئة، لأن الموتور يونت بتتبع all or none law، فلو زودت قوة الستيمولس مش هتزيد قوة الانقباض، يبقى دي هنا هو الإجابة المطلوبة لأن دي الخطأ. mean the units obeying all or none law، اختار الخطأ،
الهول هارت يتبع الاولر نلو. طبعا هي دي ايه هي الاجابه الخطا، لان الهارت بيتكون من جزئين بوث اتريا وبوث فنتريكلز، ما بينقبضش كوحده واحده، الاذنين مع بعض والبطنين مع بعض، دي الاجابه الخطا. انما اللي بيتبع الاولر نلو الفيسرال سموث ماسل، دي اجابه صح. النير فايبر اجابه صح. الموتور يونت اوف سكيليتال ماسلز اجابه صحيحه. طيب ان دي نيرفيشن اوف سكيليتال ماسل، لو قطعت النيرف بتاع السكيليتال ماسل بيحصل اول ماسل فاسيكوليشن وبعدين ماسل فايبريليشن. قلنا فاسيكل يعني حزمه، انما فايبر يعني شعره واحده. فانا بس هغير الاضاءه شويه عشان الشمس قويه. طيب يبقى الماسل فاسيكوليشن اوكيرز ات ذا ستارت اوف ديجنريشن of degeneration أو degeneration of nerve fibers صح. It's explained by denervation hypersensitivity، هي دي الإجابة الخاطئة. denervation hypersensitivity دي بتexplain muscle fibrillation اللي بعدها. وبعدين it is recorded by metal disc electrodes صح، لأنها طبعا الفاسكيليشن قلنا أقوى من fibrillation، فالكهرباء أقوى فممكن نلقطها بالmetal disc electrodes. It's caused by nerve impulse صح. يبقى الإجابة المطلوبة هنا الخطأ اللي هي دي، وعليه الإجابة بتاعت الامتحان ده على النحو الآتي. السؤال الأول والثاني والخامس الإجابة بي، السؤال الثالث الإجابة دي، السؤال الرابع الإجابة إيه. يبقى واحد واثنين وخمسة بي فور بيبي، ثلاثة دي فور دادي، أربعة إيه فور ألفا. ده كان الامتحان. ونبتدأ يا أولاد السموث ماسل، وهي المحاضرة الأخيرة في الماسلز. تعال نشوف بقى. We have two types of smooth muscles. في عندنا visceral type أهو اللي قصادك، وفي multi unit type. هنقارن ما بينهم. تدي بال visceral type. هقارن ما بينهما في أربع نقاط. واحد، visceral type يعني هي موجودة في الفيسرة في الأحشاء، دي بيبقى المسل فايبرز هي طبعا شكلها سبندل زي ما انت شايف، مغزلية هي يعني كل فايبر على حدة شكل سبندل، موجودين in sheets بالشكل ده، وما بين كل sheet والتاني، ما بين كل آسف فايبر والتانية، في الجاب جانكشن كنا خدناه في الانترودكشن، اللي هو قلنا الهكساجونال بروتين ده يبقى فاتحه كده. اذا لو انا عملت ستيميليشن لاول ماسل فايبر، الاكشن بوتنشال اللي هي الكهرباء هتمر للتاني والتالت. انت عملت ستيميليشن لواحده بس كلهم هيستجيبوا. خلاص ليه؟ ذا فانكشن اس سينسيتيوم. يعني ايه في اللغه كلمه سينسيتيوم يا اولاد؟ سينسيتيوم يعني مدمج خلوي، يعني الخلايا كلها متصلة ببعض كأنها خلية واحدة، فعش كده يسموها سينسيتيوم. نفس الوضع اللي هنشوفه في الهارت بإذن الله، في الأذنين. ليه بيشتغل الأذنين مع بعض والبطنين مع بعض؟ لأن الفايبر بتاعت الأذنين كلها والفايبر بتاعت البطنين كلها الفنتركلز متصلة ببعض، فأنت تستميليت فايبر واحدة كله يستجيب. طب إزاي الكهرباء بتوصل من الفايبر دي الى التي تليها؟ عن طريق الجاب جانكشن اللي هو قلت البروتين السداسي، فانت تستيميليت واحده كله يستجيب، فدي فانكشن اس سينسيتيوم. وعليه النقطه الثانيه مرتبطه بالنقطه الاولى، اوبيز اول اور نان لو، يا كله يشتغل يا ولا واحده تشتغل، اول اور نان. يبقى اول حاجتين عرفناهم عن الفيسرال تايب وسموث ماسلز، ان الفيسرال تايب وسموث ماسل بتشتغل اس سينسيتيوم مدمج خلوي، وعليه في اول اور نان لو، يا كله يا مفيش حد يشتغل. العكس تماما في المالتي يونت سموث ماسلز، حتى من اسمها مالتي يونت يعني اكتر من يونت، كل يونت اهي منفصل على اليونت الثاني. خلاص سيبريت يونتس مش سينسيتيوم، سيبريت يونتس. وبالتالي لو عملت ستيميليشن لوحده يبقى الكونتراكشن بتاع واحده، اتنين يبقى اتنين،
3 يبقى 3، وبالتالي كان بي جريدد، يعني مش كله مع بعض او لا شيء، لا انت ممكن تشغل واحده لوحدها، ما هم سيبريت، او 2 او 3، يبقى كان بي جريدد وعليه داز نوت اوبي اول اور نان لو. يبقى خدت بالك النقطه الثانيه بتستنتجها من الاولى، يبقى هناك كانوا سنسيتيوم يعني مدمج خلوي، كانهم خليه واحده، وبالتالي يا يعني اما ينقبضوا كلهم يا يعني مفيش حد ينقبض اول اور نان. يبقى كونها في الفيسرال تايب سنسيتيوم خلاها تتبع الاول اور نان لو، انما هنا كونها سيبريت يونتس، كل فايبر لوحدها، كل يونت لوحدها، حتى اسمها مالتي يونت سموث ماسل، يبقى ما فيش اول اور نان، كان بي جريدد، ممكن انقباض بتاع واحده، ممكن شغل اثنين، ممكن شغل ثلاثه، كلهم على حده. النقطه الثالثه والرابعه مرتبطين ببعض برضه، انا عاوز ناس فاهمه مش حافظه يا اولاد. فهنا النيرف سبلاي كونفايند تو ذا سوبرفيشال لاير، يعني بيوصل للسوبرفيشال لاير بس. طبعا انت فاهم ليه؟ لانه كفايه يغذي فايبر، والكهرباء هتسري بنفسها من فايبر للتاني، مش لازم النيرف يروح لكل الفايبرز، هو يدي فايبر واحده اللي هي اقرب واحده ليه حتى يسهل على نفسه، اللي هي سوبرفيشال لاير، والكهرباء تسير من واحده الى الاخرى. تمام؟ انما هنا بقى بتلاقي انها النيرف المالتي يونت دنسلي انرفيتد، لازم النيرف يديهم كلهم، لازم يغوط دنسلي انرفيتد، مش يبقى بس في السوبرفيشال، لانه الكهرباء مش هتوصل من الاولى للثانيه، مفيش جاب جانكشن، لازم هو يودي الكهرباء ليهم كلهم، فتبقى دنسلي انرفيتد. النقطه الرابعه الاكزامبل، الفيسرال سموث ماسل دي موجوده فين؟ في الهولو فيسرا. هولو يعني اجوف، زي المعده، زي الانتستين، زي القولون، يعني بتنقبض كلها او لا تنقبض في الجات، وموجوده في البلاد فيسلز الفيسرال تايب. البلاد فيسل يا كونستريكت كله يا دايليك كله. انما المالت يونت احسن مثال ليها موجوده في الاي، اوعى تنساها دي، وفي الفاس ديفرنس اللي هو بيشيل السائل المنوي في الذكر، انما خلينا في الاي لان الاكزامبل لطيف قوي. في الاي عندي الايريس اللي هو الحدقه بتاعته بتضيق وتتسع حسب الضوء، وتعالى افهمك ليه هنا يونت. ما ينفعش حدقه العين يا اما تعمل ماكسيمم كونستريكشن ولا مفيش كونستريكشن خالص، ما ينفعش هنا اول اور نان، لازم الحدقة تضيق وتتسع حسب كمية الضوء، ضوء قليل تضيق حاجة خفيفة، كل ما الضوء يشتد تضيق أكثر، يشتد تضيق أكثر، يبقى لازم كان بي جريدد، يبقى ما ينفعش يشتغل كوحدة واحدة، يبقى ما ينفعش هنا أقول أور نان لو. خلاص؟ ونفس الفكرة في السيلياري ماسل ورا اللي هي بتقوي اللينز، أما بص على حاجة تبعد متر غير نص متر غير 20 سنتي، قوة العدسة هنا غير هنا غير هنا، اللي هي بتتحكم فيها السيلياري ماسل، يبقى مفيش حاجة اسمها all or none. يبقى لا يوجد all or none في الاي. ليه؟ الانسب يبقى المالتي يونت، التدرج، ان انقباض الايريس يتدرج حسب كمية الضوء، انقباض السيلياري ماسل وعليه قوة العدسة تتدرج حسب بعد الجسم عن العين، ده محتاج عدسة غير ده غير عدسة، وعليه خالصنا يا اولاد ان السموث ماسلز نوعان، يا فيسرال وهي الاغلب وهي الاعم، يا مالتي يونت. الفيسرا دي موجوده في كل الفيسرا، في الجات اهو زي ما قلنا، وفي البلاد فيسلز، وقلنا اربع نقط تعال نقولهم، الاولى تؤدي للثانيه تؤدي للثالثه. الاولى ان الفايبرز متصله ببعض عن طريق جاب جانكشن، فنسميهم كانهم خليه واحده، انت سميت خليه بس كلهم كانهم مدمج خلوي سنسيتيوم، وعليه all or none، يا كلهم يشتغلوا يا كلهم ما يشتغلوش، all or none. وعليه النقطة الثالثة، النيرف كفاية يغذي أول واحدة، يبقى confined to the superficial layer، يبقى شفت دي جابت دي جابت دي بالفهم، يبقى إن هو سنسيتيوم، يبقى في اتصال ما بينهم بالجاب جانكشن، يبقى إذا يا كله يا لأ all or none، وإذا كفاية نغذي واحدة، يبقى confined to superficial layer. والنقطة الرابعة الإكزامبل موجودة في كل الفيسرا، ده النوع الأغلب. العكس تماما يبقى ده المالتي يونت، ان هما سيبريت يونتس، وعليه ممكن تشغل يونت، تشغل اثنين، تشغل ثلاثه، يبقى كان بي جريدد، يبقى مفيش اول اور نان. طب بس لازم النيرف يدي الثلاثه، ما ينفعش يدي اللي فوقه الكهرباء تسري، يبقى لازم يبقى دنسلي انرفيتد. النقطه الثالثه، طب والاكزامبل
احسن مثال افتكره اللي هو العين، اللي هو الايرس اللي هو القزحيه اللي هو القرص البني، يضيق ويتسع حدقه العين حسب كميه الضوء، ما ينفعش اقول رمان. وكذا السيليري ماسل. طيب اقلب الصفحه من فضلك. تعالى بقى نشوف الاستراكشر سموث ماسلز. هنا الاستراكشر سموث ماسل قلنا طبعا ان المسل فايبر بتبقى ثينر ذان كاردياك ماسل، اللي هنجي لها باذن الله في المحاضره القادمه، ارفع من الكاردياك ماسل. الاعداد دي طبعا ملهاش اي قيمه يا اولاد، مفيش اعداد زي كده ذات قيمه خالص لينا، انها مثلا طولها من 10 ل 100 مايكرونز في الحتة السميكة في النص، ما هي مغزلية يبقى في النص تخينة 10 مايكرون، في الأطراف بتوصل 5 مايكرون، كلام ملوش أي قيمة. عارف فين الجملة الوحيدة اللي ممكن تبقى مهمة؟ إنها أصغر thinner than cardiac muscle. طب بماذا تتميز الاستراكشر وسموث ماسلز؟ خمس نقاط، مع شقت مثل عشق النظام. غيبك أربع حاجات وقلة الخامسة، حلوة كده عشان نفتكر، في أربع حاجات مش موجودة مقارنة بالسكيليتال ماسل وحاجة قليلة. أول حاجة مفيش ساركومير اللي هو وحدة الانقباض، اللي هو إن يبقى فيه شريط غامق في النص مايسن وعليه شريط فاتح يمين وشريط فاتح يمين اللي هو أكتن وعليه نو سترايشن. الترتيبة دي مش موجودة، ملخبطين على بعض الفايبرز. يبقى نو ساركومير وعليه نو سترايشن. اللي إدى التخطيط ده هو الترتيب الرائع بتاع السكيليتال والكاردياك ماسل، فيهم ساركومير. المايسن اللي هو الدارك باند، الاي باند، وعشان كده سموه ايه قلت لكم ليه؟ عشان ان ايزوتروبيك، ما بيلمعش في الضوء. بينما الاكتين هو اللايت باند، وسموه ليه الاي باند؟ عشان ايزوتروبيك، بيلمع في الضوء. امال هنا الترتيبه ازاي؟ قال لك الثيم فيلامنتس اللي هم الاكتين اتاتشد لدنس بوديز، ماسكه في اجسام مكثفه، اما الثيك فيلامنتس عندهم كروس بريدجز، مفيش ترتيب دي. طب ايه تاني وتالت ورابع حاجه غايبين؟ حتى عملتها لكم بطريقه لطيفه، احب النظام واحب الطريقه اللي تخلي الطالب يفتكر. كلهم بحرف التي. السموث ماسل نو تندون، دي تاني حاجه. نو تروبونين، مفيش تروبونين بيفصل المايسل عن الاكتين. فاكر التروبونين كان واقف مغطي البايندينج سايتس في الاكتين. طب عارف ليه؟ تعالى افهمهالك بطريقه لطيفه، ليه مفيش تروبونين يفصل المايسن عن الاكتين؟ التروبونين ده اللي بيفصل المايسن عن الاكتين كنا بنسميه ريلاكسينج فيلامنت، يعني طول ما هو موجود بيمنع ان الكروس بريدجز تطلع من المايسن تمسك في الاكتين، لان هو مغطي، التروبونين مغطي الاكتين وراه، فبيمنع الكروس بريدجز انها تمسك. خلاص؟ طيب في حاله السموث ماسل تعال نفكر. السكيليتال ماسل جبلت على الكسل اهو، انا الماسل مش كونتراكتد، التروبونين مغطي الاكتين كل شويه يعمل كونتراكشن. انما السموث ماسل طول النهار شغال، انت بتاكل ثلاث وجبات في الجهاز الهضمي مثلا، كل وجبه تاخد لها كام ساعه قبل ما تتهضم، ويا ريت انت ساكت، ده ثلاث وجبات غير السناكس، يبقى طول النهار السموث ماسل شغال مشغوله باللي انت عملت ادهولها. يبقى هنقعد نحط تروبونين شيل تروبونين، حط تروبونين شيل تروبونين، مش بلاها، مش عاوزين تروبونين خالص. تروبونين اللي بيعمل ريلاكسيشن مش عاوزين ريلاكسيشن. في السموث ماسل احنا طول النهار شغالين، ثلاث وجبات غير السناكس، فذير نو تروبونين. كده هتفكرها، يبقى نو تندون بحرف التي نو تروبونين، بدلها هنلاقي بروتين اخر بينشط الكالسيوم كنا خدناه في الانترودكشن اسمه كال موديولين، ده كالسيوم موديوليتنج بروتين، ده تاني حاجة. تالت حاجة نو تي تي بيولز، فيش تي تي بيولز، وبور ساركوبلازميك ريتيكلم. خلاص؟ يعني الساركوبلازميك ريتيكلم اللي هو فيه الكالسيوم بطل مسرحية قليل. ليه؟ يعني برضه هفسرها لك دي، لأن الكالسيوم اللي بتعتمد عليه السموث ماسل أساسا مش جوه الماسل، مش في الساركوبلازميك ريتيكلم، أساسا بتجيبه من بره من اكسترا سيلر فلويد، فعشان كده الساركوبلازميك ريتيكولم بور. طب طالب قال لي ما تفهمنا اكتر، انت بتحب تفهمنا، هو ليه السموث ماسلز الكالسيوم بتاعها مش تحت ايدها
في الساركوبلازم كريتيكولم وبتجيب كالسيوم من بره، تفتكر ان انا تبقى حاجه هجيبها من الخارج ولا من الداخل؟ لما اجيبها من الخارج تبقى العمليه بطيئه، حلني بقى عبال ما الحاجه دي تدخل، لكن لو انا عاوز سرعه لازم الحاجه تبقى تحت ايدي. في السكيتال ماسل يا اولاد بتتميز بالسرعه، سريعه جدا السكيتال ماسل، فلازم الكالسيوم يبقى تحت ايدها جوه الماسل في الساركوبلازميك تيكرام، فعندها ويل ديفلوب ساركوبلازميك تيكرام. انما في حاله السموث ماسلز اللي هي موجوده في الجهاز الهضمي الكالسيوم بره، فعبال ما يجي عن طريق كالسيوم شانل زي ما نشوف، وخد بالك يعني هيجي من بره ده يخليها بطيئه والطالب فاهم اكتر، والكالسيوم شانل زي ما هناخد في السيركوليشن باذن الله بيدوريها ابطا، يعني بنجيبها من بره ومن خلال شانل بطيئه. ده يخلي واحد من اهم الاسئله في السموث ماسل انها مقارنه بالسكيتال ماسل سريعه جدا. السموث ماسل تتميز بايه بقى؟ انقولها انت ببطء شديد. واحد يقول لي ده عيب مش ميزه، لا انا اعني ما اقول واقول ما اعني. بتتميز بالبطء وعمرك ما هتنساه. ايه ميزه السموث ماسل تبقى بطيئه جدا؟ اهي انا بس الانتستين اهي، السموث ماسل بطيئه جدا، ان ده يدي تايم وقت للدايجيشن وللابزوربشن. تخيل لو السموث ماسل سريعه جدا زي السكيتال ماسل، كان يجي لك اي وجبه تاكلها يجي لك اسهال على طول، وما ما لحقتش لا تتهضم ولا تمتص. يبقى شوف الروعه في الخلق الالهي. انا مش عاوز نقرا مع بعض يا ولاد، عاوز نفهم. انت عشان تعمل تنجز عمل بسرعه تحط الحاجه تحت ايدك ولا تجيبها من بره؟ منطق الامور الفسيولوجي كما الحياه، عاوزها سريعه يبقى تحت ايدي. هذا هو الحال في السكيتال ماسلز، الكالسيوم تحت ايدها في الساركوبلازميك ريتيكولم. عشان كده اسرع ماسل هي السكيتال ماسل. ده الاولمبياد اللي هي كلها مباريات في السرعه، مباريات بين السكيتال ماسلز، صح؟ بينما السموث ماسل القصد الالهي انها كالسيوم مش تحت ايدها بره في الاكسسوار فلويد ده لسه، وهيجي من خلال كالسيوم شانل اللي هي تتميز بالبطء. فالمحصله ان السموث ماسل بطيئه، وفي ذلك ميزه عند ربنا قصدها ربنا عشان تشتغل ببطء الانقباض بتاعها، فيدي ده تايم للدايجيشن والابسوربشن. شوف الحاجات لما تفهم تبقى جميله ازاي. طيب يبقى هنا القصه دي. خامس ميزه ان فيها هنا بقى مش مفيش خالص، يعني اول اربعه كانوا نو. شوف الكلام، شوف حتى الدياجرام حصاد السنين جميل ازاي، يعني لما تسمع المحاضره وتتفرج على الدياجرام بتعب فيه قوي، بسميه حصاد سين، تجاوب اي سؤال. فيها فيري فيو صوديوم شانلز، وبدالها فيه اهي اللي لسه بكلمك عليه السلو كالسيوم شانل اللي هيجي من خلالها الكالسيوم من الاكسسوار فلويد، تمام؟ طيب ليه في فيري فيو صوديوم شانل؟ نفكر، لان الكالسيوم اللي بنجيبه من بره غير انه يعمل كونتراكشن، لما هيدخل هيخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى عمل لي ديبولاريزيشن. يبقى مش الصوديوم كان دخوله بيعمل له ايه؟ بيعمل لي ايه؟ ديبولاريزيشن. اهم حاجه في دخول الصوديوم انه بيعمل ديبولاريزيشن. طب ما تيجي نضرب عصفورين بحجر واحد، الكالسيوم اللي جاي من الاكسترسيار فلويد غير انه يدخل يقبض العضله، وهو داخل كالسيوم بوزيتيف زي الصوديوم، يخلي جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف يعمل ديبولاريزيشن. عشان كده لم نعتمد على الصوديوم شانلز، تم استبدالها مش بالكامل، ما زال في فيو صوديوم شانلز، بط سلو كالسيوم شانلز هي اللي كتيره، اللي هي الفولتج جيتد كالسيوم شانل تتميز بالبط. وقلنا عشان كده حتى الكالسيوم انتري بطيء، وعشان كده سلو اكشن بوتنشلز وسلو كونتراكشنز. دي يا اولاد خمس اسئله في المالتيبل تشويس تبقى عارفها صم. بماذا تتميز السموث ماسلز؟ يبقى في تتميز بخمس حاجات، غيبة أربعة وقلة الخامسة. حب النظام قوي، نو ساركومير وعليه نو سترايشن، بعدين التانية والتالتة والرابعة بحرف التي، نو تندون نو تروبونين، مش عاوزين ريلاكسين بروتين لأن احنا طول النهار شغالين، وحطينا بدلها كالموديولين اللي هو بيعدل الكالسيوم، نو تي تي بيولز و بور ساركوبلازميك ريتيكولم. حتى هنا خروج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولم بتاع السموث ماسل
مش عن طريق الرايانودين ريسبتور تشانل، انما عن طريق تشانل تانية خالص اسمها انيزيتول تراي فوسفيت كالسيوم تشانل. يعني الساركوبلازم كتير كان فيه نقطتين في الام اس كيو، غير انه بور انه فيه مش رايانودين تشانل، فيه انيزيتول تراي فوسفيت كالسيوم تشانلز. تمام. وبعدين very few sodium channels لان تم استبدالها بالسلو كالسيوم شانل اللي هتجيب الكالسيوم من بره من الاكسترا، في نفس الوقت هتعمل انقباض. انا ممكن اقول لك بطريقه الطف حتى ان مش في خمس فروق، لا في ست، اربعه غايبين واثنين قليلين. اقولها لك بطريقه جديده، ايه الاربعه اللي غايبين؟ قولهم لي انت. نو ساركومير دي نمره واحد، وثلاثه بحرف التي، نو تندون، نو تروبونين، نو تي تيبيولز. ادي الاربعه الغريبين. طب ومين الاثنين اللي قليلين؟ اهو ممكن اخلي دي نقطه سادسه، ان الساركوبلازميك ريتيكولم مش غايب خالص، بور ساركوبلازميك ريتيكولم، وبدل ما في رايانودين ريسبتور شانل في انيزيتول ترايفوسفيت كالسيوم شانل، وايه حاجه تانية قليله مش موجوده خالص، فيو صوديوم شانلز. حتى كده يبقى تذكرها اسهل حبيت، يعني عندي طريقتين للعرض، اربعه مش موجودين واثنين قليلين، اربعه مش موجودين واثنين قليلين. في الاربعه اللي مش موجودين ثلاثه بحرف التي، نو تندون، نو تروبينين، نو تي تيبولز. اهي حاجه لا تنسى، هتقعد فاكرها. انا بقول انا ان اغمضت العين رايتها خلف الجفون، كانك شايف الصفحه بتبقى قصادك في المحاضره محطوطه فتره، فبتقعد فاكرها كده، تغمض عينيك وتتخيلها. كان مفيش تندون بحرف التي، مفيش تروبينين ريلاكسين بروتين، مفيش تي تيبولز، وايه تاني مفيش بس ما مش بالتي؟ نو ساركومير اللي هو الاستريش، اللي هي اهم نقطه اللي بدات بيها. ليه؟ لان الماسل دي بص العنوان ايه، سموث ماسل مش استريتد، سموث مفيش استرياشن. الاسترياتد ماسل دول نوعان، سكيليتال وكاردك. يبقى مين الاسترياتد؟ سكيليتال وكاردك. مين اللي ما فهمش استرياشن وساركومير سموث؟ يبقى دول الاربعه اللي غايبين. طب ومين الاثنين القليلين؟ ما الساركوبلازميك ريتيكولم بورلي ديفلوبد وفيو صوديوم شانلز. وقلنا ما تنساش في سؤال داخل السؤال، الساركوبلازميك ريتيكولم الكالسيوم بيطلع منه مش من خلال رايانودين ريسبتور شانل، انما انيزيتول ترايفوسفيت كالسيوم شانلز. طيب النقطه اللي بعد كده، الكتريكال اكتيفيتي اوف سموث ماسل، كهربه السموث ماسلز. كل ده ام اس كيو يا اولاد، مفيش لحد دلوقتي ولا سؤال تحريم. الريستنج ميمبرين بوتنشال في السموث ماسل مش ناقص 90 زي النيرف وزي السكيتال ماسل، انما من ناقص 50 لناقص 60، ده الريستنج ممبر بوتنشال ملي فولت. قلت في غلطتين هنا، لو فولت تبقى غلط، احنا ما عندناش في الجسم الكهرباء بالفولت، كنا الكهربنا بالملي فولت، ولازم تبقى ماينس، لان ماينس ده بيعبر عن الانر سيرفس، ان الانر سيرفس نيجاتيف فبنبقى بالماينس، والاوتر بوست. يعني قلنا فاكر قلناها في النيرف ان الريستنج ممبر بوتنشال is expressed in term of inner surface، بيعبر عنه من وجهه نظر الانر سيرفس اللي هي نيجاتيف. فين اهم نقطه في الام اس كيو بقى؟ انها انستابل، يعني مش ثابته، شوف بتتغير اهي، هناك كنا بنرسمها خط، انما هنا ان ستيبل. طيب every now and then تدي حاجه اقوى شويه اسمها سلو ويفز. كل حاجة في السموث ماسل تتميز بإيه؟ السموث ماسل كل حاجة فيها بطيئة، تتميز مش عيبها، عشان تدي وقت للدايجيشن والابزوربشن. بعض السلو ويفز مش كلها، ده سؤال برضه في الام اس كيو، يصل للفايرنج ليفل اللي هو ناقص 35 ملي فولت، يدي اكشن بوتنشال. اللي وصل للفايرنج ليفل وادى اكشن بوتنشال هو ده اللي هيعمل انقباض كونتراكشن. يبقى ده بماذا تتميز كهربة السموث ماسلز؟ خد بالك هنا الاكشن بوتنشال في الرسمه دي نقطه مليون جنيه، سبونتينيوس يعني بتطلع تلقائيه من غير نيرف. في السكيليتال ماسل مش ممكن يطلع كهرباء غير لو النيرف جاب له كهرباء، انما هنا سبونتينيوس اكشن بوتنشال. وبرده عشان تبقى فاهم اكتر، عاوز ناس فاهمه انه السموث ماسل لو شلت كل الاعصاب بتشتغل لوحدها. قلنا الاعصاب بالنسبه لها نيرف ريجوليتور، ان البارا مثلا يسرع الجهاز الهضمي، صديقي الجهاز الهضمي والسمباثيتك يبطئ، انما لو شلتهم هما الدنيا شغاله لوحدها،
بس ما تقدرش تسرع ببطء. انما السكيتر مثلا لو قطعت النيرف تبقى بارالايزد. طب ليه بتشتغل لوحدها؟ لانها تقدر تطلع كهربتها لوحدها. شوف الروعه بقى، شوف الروعه. طب ما هو ما فيش كهربا هتطلع غير لو وصلنا للفايرنج ليفل. فعشان كده ربنا خلى الريستنج ميمبرين بوتنشال الكهربا دي ما تبقاش ستيبل، انما ان ايه ستيبل، ده يقربها للفايرنج ليفل. فلو جات السلو ويفز اون توب اوف، يعني على قمه الجبل الصغير ده، هتوصل فايرنج ليفل تدي اكشن بوتنشال. لكن لو جات عند البوتوم مش هتدي. عشان كده مش كل السلو ويفز بتدي اكشن بوتنشال. اللي بيبتدي من عند القمه بيوصل، اللي بيبتدي من تحت ما بيوصلش. يبقى ليه ربنا خلى ريستنج ميمبر بوتنشال انستيبل؟ عشان ده يسهل لها، لو هي ستيبل هتبقى بعيده عن الفايرنج ليفل، لكن لما تبقى انستيبل ده يقربها من الفايرنج ليفل، فيخلي مسؤوليه السلو ويف انها توصل للفايرنج ليفل وتدي اكشن بوتنشال تبقى اسهل، ويطلع الاكشن بوتنشال سبونتينيوس. قلت لكم اولاد وراء الخلق خالق، كل حاجه عاملها ربنا لغرض. وانا شرحي مختلف لسبب واحد بس، مش بسببي، بسبب انه وراء الخلق خالق. كل مره بفكر هو ليه ربنا خلاها انستيبل. الله، في بعض السلو ويفز بتوصل وبعضها لا، ديبندنج على ايه، على هي بدات منين، بدات من تحت ولا بدات من فوق في الانستيبل ريستنج ميمبر بوتنشال. لو بدات من فوق يبقى قريبه اكتر الفايرنج ليفل، اسهل توصلنا وتدي اكشن بوتنشال. واحد من اهم الاسئله في الام اس كيو، the resting membrane potential in smooth muscle is unstable. مش هتبقى اوضح من ذلك. on top تحط عليها slow waves، اذا وصلت الفايرنج ليفل هتدي، دي سؤال مهم جدا في الام اس كيو، spontaneous لوحده action potential، spontaneous contraction. طيب تعال نشوف انواع الاكشن بوتنشال في السموث ماسل. انا بقول جمله جميله، السموث ماسل هي اكبر متحف للاكشن بوتنشلز، فيها كل انواع الاكشن بوتنشلز. احنا في الجسم اهي تجميع حلو هتفيدنا في السيركوليشن، في ثلاث انواع من الاكشن بوتنشلز. اول نوع خدناه مع النيرف ومع المسل اسمه سبايك بوتنشل، موجود اهو سبايك بوتنشل. وقلنا بيحصل امتى في حاله السموث ماسل؟ بيحصل اون توب اوف السلو ويف. السلو ويف اهي لو وصل الفايرنج ليفل تدي سبايك بوتنشل. طب بس يختلف ايه عن السبايك بوتنشال بتاع النيرف والمصل؟ بتاع النيرف كان بياخد، فاكر ذكرني، 2 ملي سكندز. طب والسكيليتال ماسلز 2 تو 5 ملي سكندز. هنا بقى كل حاجه بتاخد وقتها في السموث ماسل، 50 ملي سكندز. 50 ملي سكندز، ادي اول نوع شفنا، كنا شفناه في النيرف والسكيليتال ماسل. تاني نوع اسمه اكشن بوتنشال ويز بلاتو، يعني اهو اللي هو اللي تحتيه بلاتو اللي هو مسطح، فطبعا ده هيطول اكتر مده الاكشن بوتنشال، يطولها بقى مش 50، من 100 الى 100 ملي سكندز. خلاص فروم 100 تو 1000 مش سكند، ملي سكندز اهي مكتوبة تحتها، بس ايه انا هشيل دي لتلخبطك. From 100 to 1000 ملي سكندز، طويلة جدا. فده ليه بيعمل، ليه ربنا عمل هذا النوع؟ تخيل ان احنا الاكشن بوتنشال هو اللي بيعمل كونتراكشن، فده بيبرونج الكونتراكشن، دي نمرة واحد، ويبرونج الابسوليوت افكتيف بيريود. يعني السموث ماسل اللي عندها اكشن بوتنشال ويث بلاتو كما الهارت، هناخدها في الهارت اشوف مين هيتذكرها، الكونتراكشن بتاعها هيبقى اطول والابسولوت ريفاكتوري بيريد اطول. هتقولي ليه الابسولوت ريفاكتوري بيريد اطول؟ لان انا قلت لك الابسولوت ريفاكتوري بيريد بياخد ايه؟ بياخد الابسولوت، بياخد الاسندنج، امشي معايا بالليزر، والفيرست بارت اوف ديسندنج لحد هنا. فلما انت تمط الاكشن بوتنشال تتمط معاها الابسولوت ريفاكتوري بيريد. تعال اشرح لك حته من السيركوليشن وشوف مين هيفتكرها في المحاضرات القادمه في السيركوليشن باذن الله. الاتريا والفنتكلز، الاذنان والبطونان بتوع الهارت عندهم هذا النوع من الاكشن بوتنشال اللي هو اكشن بوتنشال ويس بلاتو،
ليه؟ لان انقباض الاترال فينتكل بياخد وقت طويل عشان يضخ الدم. اهي همثلها لك اهي، يعني الاتري او الفينتكل بينقبض، الانقباض بتاعه نسبيا فتره طويله. طب عشان ينقبض لفتره طويله عاوز كهرباء لفتره طويله، عشان كده ربنا عمل له اكشن بوتنشال طويل ويث بلاتو. يبقى الاكشن بوتنشال ويث بلاتو بيطيل من فتره الانقباض، في ليها سبب اهم. لو الهارت وهو بينقبض اديت له ستيمولس عمل انقباض فوق انقباض اللي هو تيتانس، يتوفانا الله على طول. لو الهارت في اثناء الانقباض استجاب لستيمولس اخر فعمل انقباض فوق انقباض، يعني انقباض متصل يعني تشنج، نموت فورا. فبينما التيتانس زي ما قلت كان هو المقبول في السكيتال ماسل، قلت السكيتال ماسل الاساس انها في حاله كونتينوس كونتراكشن، التيتانس مرفوض في الكاردياك ماسل. طب دي حصلت ازاي؟ ان الاكشن بوتنشال الطويل ده طول الابسوليوت ريفاكتو بيريود، فطول ما الهارت في حاله انقباض هو في حاله ابسوليوت ريفاكتو بيريود، ما استجبش لاي مؤثر اخر. فمش ممكن لو اديت له ستيمولس مش هيستجيب ليه، ما يعملش انقباض فوق انقباض، ما يعملش تيتانس. يبقى حتى اقولها في جمله جميله، انا بتكلم على الكاردياك ماسل اللي هي دلوقتي تنطبق على نوع من السموث ماسل، أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال في الكاردياك ماسل. ليه؟ ليطيل من شيئين، يطيل من فترة الانقباض عشان يقدر الهارت يضخ الدم أجينست ريزيستنس، عاوز شوية وقت، ما الانقباض لازم بياخد شوية وقت. والسبب الأهم، يبقى أطال الله في عمر الأكشن بوتنشال ليطيل من فترة الانقباض، دي نمرة واحد، وليطيل من الأبسوليوت ريفاكتيف بيريود اللي بتاخد الأسندنج وحتة في الديسندنج. فطول ما الهارت في حالة انقباض يبقى هو في حاله ابسوليوت ريفاكتيف بيريود، لا يستجيب لمؤثر اخر، فما يعملش انقباض على انقباض، فيعملش تيتانس، لان التيتانس مميته في الكاردياك ماسل. لو الهارت انقبض على طول يبقى ينطبق جمله يونس الشلبي، يا ساتر يا رب الراجل طب، يا ساتر يا رب الراجل طب. شفت الفرق؟ حسين طالب فاهم في الام اس كيو، واديني كاني بشرح سيركوليشن دلوقتي شويه، لكن هشرحها بالتفصيل في محاضرات السيركوليشن. يبقى السكيتال ماسل بتتميز بانها تقدر تعمل تيتانس كونتينوس كونتراكشن. ليه؟ الاكشن بوتنشال سبايك صغير جدا، اولا الانقباض بتاعها سريع جدا، خلاص السكيتال ماسل سريع جدا، اكشن بوتنشال صغير سبايك، كل حاجه تناسب الوظيفه. وبعدين الابسوليوت ريفاكتيف بيريود صغيره، فممكن لما تدي ستيمولس يحصل انقباض فوق انقباض، يعني يحصل كونتينوس كونتراكشن اللي هو تيتانس. لما ببقى شايل الشنطه ايدي في حاله كونتينوس كونتراكشن، وانا مثبت وضعي كده في حاله كونتينوس كونتراكشن. يبقى السكيتال ماسل سبايك اكشن بوتنشال يعني شورت اكشن بوتنشال، فده يديك انقباض سريع ويديك تيتانس. انما في الهارت لا، في الاتريا والفينتكلز الاكشن بوتنشال طويل، في بلاتو ليطيل في مده الانقباض ويطيل في الثانيه بقى الابسولوت ريفاكتيف بيريود. فطول ما الهارت منقبض ما استجبش لمؤثر اخر، وبالتالي ما يعملش انقباض فوق انقباض، نو تيتانس. يبقى الكاردياك ماسل فيري لونج اكشن بوتنشال وعليه prolonged contraction prolonged absolute refractive period no tetanus. أسئلة مهمة جدا، I hope I'm clear and always clear. ثالث وآخر نوع من الأكشن potential موجود في السموث ماسل وهناخده في الكارديك ماسل اللي هو pacemaker potential. إيه عيب النوع الأولاني ده؟ إن إحنا لما بنوصل للفايرنج ليفل بنوصل بطريقة بهازارد غير منظمه، فكل شويه السموث ماسل تنقبض، مش ضروري بانتظام، ما حدش قال انها لازم تنقبض بانتظام، الكلام ده ما ينفعش في الهارت. الهارت لازم ينقبض بانتظام. تمام؟ يبقى عشان ينقبض بانتظام بص لي لازم نوصل للفايرنج ليفل بانتظام. اهو. فالاكشن بوتنشال تطلع بانتظام. فالهارت يشتغل بانتظام. فده اسمه اكشن بوتنشال with pacemaker potential. يعني هذا النوع من الاكشن بوتنشال موجود في البيس ميكر فقط، الجزء اللي بيشغل القلب او اللي بيشغل السموث ماسل. احنا بنتكلم دلوقتي على السموث ماسل اللي هو مين اهم حته بتشغل القلب؟ الساينو ايترال نوت. لازم الساينو ايترال نوت تطلع الاكشن بوتنشالز بانتظام، فالهارت يشتغل بانتظام. طيب
لو ان احنا بقى الانستابل ريستنج ممبرين بوتنشال وهو بنصيبه بقى مره يوصل مره ما يوصلش، كان الهارت يشتغل بطريقه غير منتظمه مقبوله في السموث ماس انها تشتغل كده شويه، توقف شويه تشتغل شويه بعد تشتغل. مهم الانتظام في السموث ماس. وان كان في اجزاء في السموث ماس عندها زي الهارت تشتغل بانتظام، انما الهارت لازم يشتغل بانتظام. يبقى لازم الوصول للفارج ليفل يبقى بطريقه منتظمه. بص لايدي بقى، ده الفارج ليفل وده الريستنج ممبر بوتنشال. فالبيس ميكر في الهارت اللي هي الاس انود عندها نوع معين من الاكشن بوتنشال اسمه اكشن بوتنشال وسبيس ميكر بوتنشال، اهي بري بوتنشال يصل للفارج ليفل بانتظام اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال. كل مره اوصل فارج ليفل تخيل بيطلع اكشن بوتنشال، اوصل فارج ليفل يطلع اكشن بوتنشال. فالوصول للفارج ليفل بيتم بطريقه منتظمه، وبالتالي طلوع الاكشن بوتنشال بطريقه منتظمه، وبالتالي الهارت يشتغل بطريقه منتظمه اللي هي نسميها ريذميستي، يعني الايقاع. ليه؟ لان الوصول للاكشن بوتنشال بيتم بطريقه منتظمه، لان البيس ميكر عندها حاجه اسمها بيس ميكر بوتنشال تتميز بحاجه اسمها بري بوتنشال توصلها للفارج ليفل، بتصل الفارج ليفل بانتظام، فيطلع تخيل من فوق بيطلع اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال اكشن بوتنشال بانتظام. فالهارت يشتغل بانتظام ريزميست يعني ايقاع. السموث ماسل بقى فيها كل الانواع، الثلاث انواع من الاكشن بوتنشال اللي موجودين في الجسم كله اديك درستهم. تعالى حتى نعملها تجميع حلو. السموث ماسلز تمتلك التلاته، ان في حتت في السموث ماسل بتشتغل بانتظام، يعني الحته في السموث ماسل اللي عاوزينها تشتغل بانتظام بيبقى فيها هذا النوع من الاكشن بوتنشال اللي هو البيس ميكر بوتنشال اللي يتميز ببري بوتنشال. تمام يا اولاد؟ يبقى كم عرفته في حياتك من الاكشن بوتنشال؟ كم نوع من الاكشن بوتنشال؟ كل الانواع. طب في الجسم في كم نوع؟ ثلاثه، ده حتى تجميعه رائعه. يبقى عنده سبايك بوتنشال كما مين؟ كما السكيليتال ماسل والنيرف. وحتى راجعت معاك قلت لك النيرف بيبقى مدته 2 ملي سكندز في السكيليتال ماسل، تعال نراجع قولها انت 2 تو 5 ملي سكندز، هنا سبايك بس اطول شويه 50 ملي سكندز. عندها اكشن بوتنشال زي الهارت. الهارت فيه نوعين من الاكشن بوتنشال، نوع في الاترا والفنتكل اهو اللي هو اكشن بوتنشال ويز بلاتو مده طويله جدا 100 ل 1000 ملي سكندز، اكشن بوتنشال طويل. فاطال في حاجتين، انا بقولها حتى اطال الله في عمر الاكشن بوتنشال ليطيل في حاجتين، يبرونج الكونتراكشن وفيري لونج ابسولوت ريفاكتوري بيريود. طول ما الهارت بينقبض لا يستجيب في حاله ابسولوت ريفاكتوري بيريود، فما يعملش انقباض على انقباض عمره ما يعمل تيتانس. طيب النوع الثاني في الكاردياك ماسل خاص بمين؟ بالبيس ميكر زي الاس اي نود زي الاي بي نود ساينو اترا نود اترونتيكال نود. ده ايه؟ بيطلع الكهرباء بانتظام عشان يشغل القلب بانتظام، فبيتميز بالحته دي اسمها بري بوتنشال. بري يعني قبل الاكشن بوتنشال، بري بوتنشال اللي هي بتضمن الوصول للفارج ليفل بصوره منتظمه. فطلوع الاكشن بوتنشال يتم بصوره منتظمه، فانقباض الهارت يتم بصوره منتظمه بايقاع اللي هي خاصية في الهارت نسميها الريذميستي، ريتم حتى في العربي ريتم يعني ايقاع. مين بقى عنده اكبر متحف للاكشن بوتنشالز؟ سموث ماسل. عندها بتاع النيرف والسكيتر ماسل هشاور بالليزر اهو، وعندها الاثنين بتوع الهارت. واقول لك حاجه، مفيش نوع رابع من الاكشن بوتنشال في الجسم، كده انت عرفتهم كلهم. طبعا ده هياخد محاضره في الهارت وده هياخد محاضره تاني في الهارت عشان تبقى فاهم يعني، بس دلوقتي بنقول الفكره. ولا تنسى السؤال المهم، بماذا يتميز الريستنج ممبر بوتنشال بتاع الهارت من ناقص 50 ناقص 60 بتيجي سؤال ميلي فولت، لكن الاهم منها انه انستيبل. طيب المعلومه الثانيه انه بيتحط عليها سلو ويفز، لو بدات من تحت مش هتوصل فارج ليفل، لو بدات من فوق هنا هتوصل الفارج ليفل وتدي اكشن بوتنشال، اللي هيدي اكشن بوتنشال هو اللي هيدي كونتراكشن. بس ده كهربه السموث ماسلز. طيب نيجي بقى، عندي سؤالين في السموث ماسلز يا اولاد في التحريري.
وبرضو قلت ما هو تحريري مهم، نفس القاعدة، ما هو important written question فهو important oral question important multiple choice question. نيجي ناخد excitation contraction coupling في smooth muscle اللي هي molecular theory of contraction، انقباض. وما عشقت مثل عشق النظام، حبش اتوه الناس ابدا، قبل ما ببتدي بحطك في mental set تهيئ ذهني، في كام فرق؟ خمس فروق، يوجد خمس فروق. اول فرق هتعملهم لك نقط سودا اهي، بقول الرسومات دي حصاد السنين، مصدر الكالسيوم هنا جاي اساسا مش فقط للاوائل من الاكسترا سيلر فلويد مينلي نوت اونلي، لان في شويه صغيرين جايين من الساركوبلازميك تيكا من جوه اللي هو نوت ويل ديفلوبد، اللي حتى قلنا ان التشانل بتاعته ما هياش رايانودين تشانل، انما اسمها انيزيتول ترايفوسفيت تشانلز بتخرج كالسيوم. انما مصدر الكالسيوم الاساسي من الاكسترا سيلر فلويد. هيدخل ازاي؟ عن طريق نوعين من التشانلز احنا ما نعرفش غيرهم، يا اما فولتج جيتد بتفتح بالكهرباء، يا اما ليجند جيتد بتفتح بلايجند اللي هو كيميكال سبستنس. يبقى التو جيتد شانلز بيستخدمهم الكالسيوم، يا اما ليجند يا اما فولتج جيتد، ده مين؟ وقلت دول بيتميزوا بالبطء، يعني دخول، يعني غير ان الكالسيوم ان انا اجيبه من بره ده هياخد وقت، دخوله نفس الوقت. عشان كده السموث ماسل هقولها 100 مره تتميز بالبطء، تتميز مش يعيبها البطء، يتميز عشان تدي تايم للدايجيشن والابزوربشن. خلاص؟ طب دلوقتي في عندنا اشكاليه صغيره، يبقى انا عندي كالسيوم من بره وكالسيوم من جوه، طب عاوزين يشتغلوا ان هارموني، يعني زي بقول ايه هنا في اللي هو الهورس اند كاريج، يورونا هنا سباقات في امريكا اللي هو عارف بتاعة افلام الغرب العربيات اللي هي بالحصينه دي، انت فاكرها سهله جدا ان يبقى في صفين حصينه بيجروا، ده انا لقيتها صعبه جدا، لان لو صف جري اسرع من صف العربيه اتقلبت. هي طبعا بيجيبوا ناس متمرسين في الافلام فبتبدو لك سهله جدا الحصينه ظابطه روحها، لا نفس القصه هنا. فربنا عشان الكالسيوم اللي طالع اللي جاي من من بره يتوافق مع الكالسيوم اللي من جوه عمل ظاهره رهيبه جدا، خلى الكالسيوم اللي جاي من بره يطلع اللي من جوه فيبقى ان هم يشتغلوا مع بعض، فظاهره يسموها كالسيوم انديوسد كالسيوم ريليس، يعني الكالسيوم اللي من بره بينديوس يعني بيعمل كالسيوم ريليس من الساركوبلازميك تيكل، تبقى حافظها صم هناخدها في الهارت، اسمها كالسيوم انديوس كالسيوم ريليس باللون الاحمر اهو، لان زي الهورس اند كاريج العربيه والهورسز لازم الصفين يجروا مع بعض بالظبط، والا لو واحد سبق شويه العربيه اتقلبت. لقيتها عمليه في منتهى الصعوبه، قلت يا ما كنا بنشوفها في الافلام سهله جدا، لا صعبه جدا. ادي اول فرق. تاني فرق ان الكالسيوم لما دخل ما ينفعش يعمل حاجه، لازم يتم تنشيطه بروتين يدب يعدل نشاطه. اسمه ايه الكالسيوم البروتين ده؟ اسمه كال موديولين. وفهمت يعني بروتين موديوليتنج الكالسيوم، انا علمتكم ترمينولوجي اي ان يعني بروتين، موديوليت يعني يحور الكالسيوم فيسموه كال موديولين. فالكالسيوم لوحده مش ممكن يعمل انقباض هنا، لابد من تنشيطه بواسطه الكال موديولين، يدي كالسيوم كال موديولين كومبلكس. النقطه الثالثه، هناك كان الكالسيوم بيروح فين في السكيتال ماسل؟ بيروح للسي بارت اوف تروبونين، يمسكها ويلف التروبومايسين. يعني انت مش واخد بالك، يعني كان بيروح للاكتين الصغير الرفيع. ما هو السي بارت اوف تروبونين، التروبونين ده جزء من الاكتين. هنا لا، ما بيروحش للصغير اللي هو الثيم فيلامنتس اللي هو الاكتين، بيروح للثيك فيلامنتس اللي هو المايسين، ده ثالث فرق. تعالوا اوريك ازاي بيحصل الانقباض، همثلها والعيب الوحيد ان انا بمثلها لوحدي في المحاضرات الحقيقيه اللي بديها في الجامعات بيبقى معايا طلبه تعاوني، انما هنحاول نعملها على قدر المستطاع. نفرض ده الاكتين اهو، ده الاكتين وانا المايسين وده الكروس بيجز، صح؟ دلوقتي الكالسيوم كان موديولين بيروح للمايس، الكروس بريدجز فيهم اربع لايت تشينز، شايف دول لايت تشينز، هو بينشط انزيم اسمه
اسمه يبدو طويل بس هتفهمها لما تبص لي. مايسن ده انا، لايت تشين كاينيز يعني الكالسيوم كالمودولين سيستم ما بيروحش الاكتين زي هناك يشيل يمسك في السي بارت اوف تروبونين ويشيل التروبومايسن، ما فيش كلام ده، بيروح طريق كبير المايسن لللايت تشين ينشط انزيم هناك اسمه مايسن لايت تشين كاينيز. اظن كاينيز حفظتها لكم. كاينيز يعني محرك، بيحرك ايه؟ بيحرك فوسفيت جروب، اهي الفوسفيت جروب. فلما بينشط ده الفوسفيت جروب دي تروح ماسكه المايسن في الاكتين بالشكل ده، فمسكه ده ازاي بيحصل البروسبيجيس؟ يبقى بيروح للمايسن، مايسن لايت تشين كاينيز يحرك دي الفوسفيت جروب تروح ماسكه الاكتين في المايسن. طبعا الناحيه الثانيه بس ما عنديش غير مسطره واحده. فيسموا الحكايه دي ايه بقى؟ لاتش بريدج ميكانيزم. لاتش بريدج، ما هي دي عامله زي اللاتش، زي المزلاج، عارف في الباب لما بنقفل الباب، بنقفل الباب وبعدين تحط الترباس الورا عشان يمسكوا ببعض كويس، هو ده. فهي بالظبط ده المايسن والاكتين، مين اللي مسكهم؟ الترباس ده. فسموا الظاهره دي لاتش بريدج ميكانيزم، لاتش بريدج ميكانيزم بالشكل ده. هذه لاتش بريدج ميكانيزم، خد بالك ده سؤال مش مهم جدا. هنا في السموث ماسل تتميز بالبطء، اللاتش بريدج ميكانيزم السايكلينج بيبقى بطيء جدا بسبب الظاهره دي او مفيش سايكلينج خالص. نقعد كونتراكتد كده مفيش سايكل، مش هنقعد نشد دي ونجيب اللي وراه ونجيب اللي وراه، يا نو سايكلينج يا فيري سلو سايكلينج. وعليه استخدام الطاقه الاي تي بي في السموث ماسل قليل جدا، وعليه كل دي اسئله ام اس كيو، ريزيست فاتيج لانها زي ما قلنا السموث ماسل بتشتغل لمده ساعات، ريزيست فاتيج. يبقى لما يجي لك عنوان السؤال في ام اس كيو لاتش بريدج ميكانيزم، اهو اللي انت شايفه ده لاتش بريدج، ده المزلاج اهو اللي هو ماسك المايسن في الاكل، المايسن في الاكل. مين اللي جاب اللاتش ده؟ ان الكالسيوم كالمودولين كومبلكس راحوا لمين؟ للمايس، لمين؟ لايت تشين، للمايس لايت تشين، ونشطوا انزيم اسمه كاينيز جاب فوسفيت جروب، عمل اللاتش بريدج بيه. اللاتش بريدج ميكانيزم ده يا نو اور فيري سلو سايكلينج، وبالتالي يبقى الاي تي بي قليل، وبالتالي ما بيستهلكش اي تي بي، يبقى مش هتتعب، ريجيست فاتيج لانها بتشتغل بالساعات. طيب نيجي بقى النقطة اللي بعد كده، دي الرابعة. النقطة الخامسة الريلاكسيشن، سهل جدا، نرجع الكالسيوم كله إلى مكانه، اللي جاي من بره يبقى بامب بره هنشوف على الرسم، واللي جاي من جوه من الساركوبلازم كتيكلام يدخل جوه الساركوبلازم كتيكلام. فلما الكالسيوم يقل يحصل حاجتين، الإنزيم اللي هو اسمه مايس لايت تشين فوسفاتيز ده يبقى إن أكتيفيتد، اللي هو مركب اللاتش اللي حاطط الفوسفيت جروب ده يبقى إن أكتيفيتد، ويبقى أكتيفيتد إنزيم آخر اسمه برضو مايسن لايت تشين فوسفاتيز، ده يفك اللاتش بريدج فيحصل ريلاكسيشن. يبقى اللي يركب اللاتش بريدج اسمه مايسن لايت تشين كاينيز يحرك الفوسفيت جروب. طب واللي يفكها؟ مايسن لايت تشين، مايسن لايت تشين فوسفاتيز، تروح فك. ادي الفرق الخامس، ده الخمس فروق ما بين الموليكولار ثيوري الاكسيتيشن كونتراكشن كابلنج بتاع السكيتال ماسل بتاع السموث ماسل. تعال بقى نتفرج عليها على الرسمه، ما عشقت مثل عشق للنظام والترتيب، خمس فروق يا اولاد. الفرق الاول قدهم، وعاوزك انت لما في يوم من الايام تبقى استاذ فاضل وتشرح ما تتوهش الناس في هذا الكم من التفصيلات، لو انت منظم الناس هتفوليو كويس قوي وهتعد وراك، ادي فرق، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع، ادي الخامس. أول فرق مصدر الكالسيوم، الكالسيوم في حالة السموث ماسلز جاي أساسا ليس فقط مينلي بالاكسسوار فلويد، ودخل عن طريق كام شانلز؟ اثنين اللي هما ما فيش غيرهم، الجيتد فولتج جيتد أو لايجند جيتد اللي هما سلو ومطلوب البطء في السموث ماسل. والمصدر الثاني يعني المصدر الاولاني اكسترا سيلر فلويد، ثم اكسترا سيلر فلويد بطريقتي، ثم اكسترا سيلر فلويد مني، ثم الساركوبلازميك ريتيكولم لانه ما هوش ويل ديفلوب. وتبقى عارف بيخرج هنا مش من رانودين ريسبتور شانل، انما انيزيتول ترايفوسفيت شانل.
طب وعشان يشتغلوا زي سباق الهورس والكاريج، التو كالسيوم صفين من الحصينه يبقوا مع بعض، ربنا خلى اللي من بره يطلع اللي من جوه، ظاهره اسمها كالسيوم انديوست كالسيوم ريليس. الكالسيوم اللي من بره بينديوس يعني بيعمل كالسيوم ريليس من اللي جوه، هناخدها في الهارت كالسيوم انديوست كالسيوم ريليس باذن الله. تاني فرق، كالسيوم اللي دخل ده لا يقدر يعمل حاجه، لابد من تنشيطه. ينشط بواسطة بروتين اسمه ايه؟ اسمه البروتين اللي ينشط الكالسيوم، كالسيوم موديوليتنج بروتين. طب عاوزينها في كلمه واحده الانجليش، يبقى كال موديولين. فالكالسيوم مع الكال موديولين يعملوا كالسيوم كال موديولين كومبلكس، هو ده اللي يقدر يشتغل. دي تاني فرق. يبقى اول فرق كان في مصادر الكالسيوم، تاني فرق تنشيط الكالسيوم. ثالث ورابع فرق لطاف جدا، انك انت الكالسيوم ده بيروح لمين؟ دي اهم سؤال في الام اس كيو. ما بيلعبش مع الصغير، بيلعب مع المايسن. اهو بيروح المايسن، انهي حته في المايسن؟ لايت شين. يبقى افتكرها، حتى الطلبه بتفتكرني مثلتها ازاي. يبقى الكالسيوم كان مودين كومبلكس بيروح للمايسن، مش كان عنده اربعه لايت شين؟ لايت شين، مايسن لايت شين. انزيم يركب الفوسفيت جروب هيمسك المايسن في الاكل، وانزيم يفكه فهيحصل ريلاكسيشن. شوف الروعه. اللي بيركب اسمه ايه؟ بيحرك، يحرك يبقى كينيز مايسن. كلام لما تبقى فاهم عمرك ما تنساه، مايسن لايت تشين كينيز يركب الفوسفيت جروب. طب الظاهره دي اسمها ايه؟ دلوقتي زي الترباس، فاسمها لاتش بريدج. دي النقطه الرابعه، الفرق الرابع، اللاتش بريدج ميكانيزم. بماذا يتميز؟ بانه الكونتراكشن هو شغال بس السايكلينج وقف، او فيري سلو سايكلينج، وبالتالي نستهلك اي تي بي قليل قوي، وبالتالي السموث ماسلز ريزيست فاتيج. ده الفرق الرابع اللاتش بريدج. طب الفرق الخامس ريلاكسيشن، دخول الكالسيوم نشط المايسن لايت شين كينيز اللي بيركب، لازم يخرج عشان يتنشط انزيم اخر اسمه مايسن لايت شين فوسفاتيز يفك. فيخرج كالسيوم، يخرج فين؟ انت كنت حضرتك جايبه من كام مصدر؟ من مصدرين اهي، يبقى اخرجه بالشكل ده، كالسيوم بامب اللي بره واللي جوه يدخل في الساركوبلازميك ريتيكولم، فتركيز الكالسيوم يقل. طب خلاص، يبقى الانزيم اللي بيشتغل بالكالسيوم اللي هو المايسن لايت شين كينيز يقف، ويشتغل الثاني اللي هو المايسن لايت شين فوسفاتيز يفك الفوسفيت بوند اللاتش بريدج، فيحصل ريلاكسيشن. كلام لذيذ جدا. يبقى حضرتك تحفظ لي كلمتين مهمين، اللي بيركب اسمه مايسن لايت شين، افتح ودانك، كينيز، واللي بيفك اسمه مايسن لايت شين فوسفاتيز. يبقى اللي يركب كينيز واللي يفك فوسفاتيز، اللي يركب كينيز واللي يفك فوسفاتيز. وكم فرق ما عشقت مثل عشق النظام والرسومات حصاد السنين اللي بتشوفها الدياجرامز دي، تقعد كده تسمع وتتفرج على الرسم. الصورة تساوي مليون كلمة، هذا مثل صيني، مش هقولها تاني، انت ممكن تسمع الفيديو مرة اخرى. اوعى تنسى اللاتش بريدج ده، في واحد من اهم الاسئلة في الاند اوف تيرم اكزام. يبقى في اللاتش بريدج ده اهي سلو اور نو سايكلينج، وعليه ما بنستهلك دمش اي تي بي كتير، ليس اي تي بي، وعليه ريزيست فاتيج. طيب نعيد نفس الكلام بس طريقه ثانيه. في جدول النقاط المهمه، السورس اوف كالسيوم في السكيتال ماسل والسورس اوف كالسيوم في السموث ماسل. في السكيتال ماسل احنا عاوزين السرعه، عاوزين يبقى تحت ايدنا، انترا سيلولار كالسيوم جاي من الساركوبلازميك ريتيكولم، انما هنا مينلي اكسترا سيلولار، الاوائل مينلي مش فقط. طب الرول اوف كالسيوم في السكيتال ماسل، كان بيروح يلعب مع الصغير، مع الرفيع، الثيم فيلامنتس، الاكتين، كان بيمسك في السي بارت اوف تروبونين، فاكر اللي هو حته من الاكتين، فيشيل المصيبه اللي هي كانت اسمها تروبومايسن. يبقى اللعب هناك مع الاكتين، انما هنا بيلعب مع مين؟ في السموث ماسل مع المايس، بياكتيفيت مين؟ مايس لايت شين كينيز. الفرق الثالث، الكالسيوم موبيلايزيشن. هنا ازاي بيطلع الكالسيوم؟ مين كان بيفتح الرينولين ريسبتور تشانلز؟ الكهرباء.
فكان في ديبولاريزيشن عن طريق تي تي بيولز اللي هي مش موجوده خالص. قلنا في السموث ماسل لا في تندون ولا تي تي بيولز ولا التروبونين تروبومايسين والتروبونين تروبومايسين سيستم، مفيش تاتا تي دي. فهناك كان الديبولاريزيشن بيدخل عن طريق تي تي بيولز يفتح البوابات بتاعه الكالسيوم شانل اللي هي الرايندين ريسبتور شانلز. انما هنا الشانلز مفيش تي تي بيولز والشانل مهاش رايندين ريسبتور شانل، انما انزيتول ترايفوسفيت ريسبتور شانل بتزود الكالسيوم ليس من الساركوبلازميك تيكل. طيب اذا الكالسيوم اللي دخل السموث ماسل جاي من كم مصدر؟ من بره دخل عن طريق حاجتين، ليجاند جيتد كالسيوم شانل وفولتج جيتد كالسيوم شانل، خلاص. ومن جوه من الساركوبلازميك تيكل للمره العاشره عن طريق الانزيتول تراي فوسفيت ريسبتور كالسيوم شانلز. الكلام اللي قلناه بس ده بيجي اسئله ام اس كيو. يبقى اول فرق هنا انترا سيلر انما هنا اكسترا سيلر مينلي. تاني فرق مهم جدا ان في السكيلتال ماسل بنلعب مع رفيع مع الاكتين، انما في السموث ماسلز بنلعب مع التخين مايس. هناك كان بيروح للسي بارت اوف تروبونين اللي هي جزء من الاكتين، انما هنا بيروح للمايس لايت شين كاينيز انزايم. طب اللي من جوه بيبقى ميبولايز ازاي؟ هنا كان في تي تي بيولز في سكيتر ماسل تفتح الرايندين ريسبتور شانل في الساركوبلازميك تيكلم اللي هو المصدر الوحيد للكالسيوم في السكيتر ماسل تطلعه، انما هنا ده مصدر مش مهم، لكن على اين بيطلع من الانزيتول ترايفوسفيت ريسبتور شانل وما فيش تي تي بيولز. وعليه الكالسيوم اللي دخل السموث ماسل وزي جالها من كم مصدر؟ مصدرين من بره عن طريق اللايجان جيتد والفولتج جيتد كالسيوم شانل، ومصدر من جوه من البورلي ديفلوبت ساركوبلازميك تيكلم اللي مش محتاجينه قوي، لان معظم الكالسيوم جاي من بره، فده يخلي العمليه بطيئه ومن شانل بطيئه يخليها بطيئه والسموث ماسل تتميز بالبطء عن طريق الانزيتول ترايفوسفيت ريسبتور. الصفحه الاخيره في الماسل كنترول اوف سموث ماسلز، تحكم في السموث ماسلز. في عندنا أربعة فاكتورز، ممكن نخليهم خمسة حسب كل جامعة بتختلف عن التانية. خمسة أنا كتبتها نوتس على اللمون عشان كل واحد زي ما بقول بتقرأ من مصدرك، أنت معايا بتفهم الموضوع كويس قوي، وكل واحد يرجع للمصدر اللي عنده يقرأ منه، لأن أنا عارف أن بيسمعني يعني مجموعات مختلفة من الطلاب في جامعات مختلفة في بلدنا في مصرنا العزيزة وفي بلادنا العربية العزيزة وحتى في all over the world. أنا عارف في ناس بتتابعني من أستراليا وناس بتتابعني في كندا وناس في أمريكا، I know that، اللي هم طبعا من المتحدثين بالعربية. بعد كده بإذن الله نبقى نعمل لهم كورس in English للي بقى غير العرب. نبدأ بأبناء جلدتنا أحسن. Control of smooth muscle contraction characteristics، يعني ممكن لو جات لك الكنترول او characteristics الاثنين نفس السؤال، الكنترول هو الكاركترستكس، يبقى جاوب نفس الاجابه. اول حاجه بتتميز قلنا بالسبونتينيوس كونتراكشن، مش محتاجه نيرفز، لو قطعت السمباثاتيك والباراسمباثاتيك بتشتغل عادي خالص، لان عندها مقدره انها تطلع الاكشن بوتنشال بنفسها. ليه؟ انت فاهم، لان الاكشن الريستنج ميمبر بوتنشال بيبقى انستابل، بيلعب بيقرب من الفايرنج ليفل، تحط عليه سلو ويف والسلو ويف دي تصل للفايرنج ليفل هتدي اكشن بوتنشال. عاوزه بانتظام؟ لا، تستخدم بقى البيس ميكر بوتنشال. فالسموث ماسل بتنقبض لوحدها بطريقتين، يا اما طريقه ريذميك لو كان عندها البيس ميكر بوتنشال، او طريقه تيتانيك تيتانس يعني كونتينوس كونتراكشن. اهي تعالى اوريها لك، يعني دي حته فاصله ممكن تنقبض بطريقه ريزميك زي الهارت، خلاص، وممكن تنقبض بطريقه تيتانيك زي السكيتر ماسل، يعني كونتينوس كونتراكشن. تقدر تعمل كل حاجه لان عندها جميع انواع الكهرباء، فتقدر تشتغل زي السكيتر ماسل تيتانيك كونتراكشن يعني كونتينوس كونتراكشن، او ريزميك كونتراكشن زي الهارت اللي انا بعملها دلوقتي، وبعمل لك مؤثرات صوتيه اهو عشان تفهم ليه سموها ريزميك، لانها صوره ريزم. طيب النقطه الثانيه، هذا السبونتينوس كونتراكشنز ار كنترولد باي، السبونتينوس كونتراكشنز كنترولد بالايه؟
بحاجتين، واحد موتور نيرونز اخذناها في الاوتونوميك سمباثاتيك وبارا سمباثاتيك. خد بالك دول نيرف ريجوليتور، يعني هما ما يشغلوش. واحد لو بنتكلم على الجي اي تي يبقى البارا صديق الجهاز الهضمي ينشط والسمباثاتيك يبطئ. لكن لو بنتكلم على حته تاني غير الجي اي تي مثلا زي سيل بلاد فيسلز، فالسمباثاتيك بيعمل فازو كونستريكشن في الاغلب ما عدا طبعا انت عارف الكورونري سكيتر ماسل بلاد فيسلز، والبارا بيعمل فازو دايليتيشن في الاغلب ما عدا الكورونري فيسلز. وليه ليه في البارا ما قلتش السكيتال؟ لان البارا ما بيديش الحتت اللي فيها سكيتال ماسلز، تلخبطش اللي هما الليمز والابدومينال والثراسيك وول لو كنت فاكر يعني، او لو كنت ناسي افكرك على راي الاغنيه. نيجي ستيميلاتوري فاكتورز، خد بالك انيشيت كونتراكشن ويزاوت اكشن بوتنشال، اللي هي ميزه السموث ماسل اشتغل لوحدها ايفن ويزاوت اكشن بوتنشال غير كهرباء خالص. انيشيت كونتراكشن ويزاوت اكشن بوتنشال، اول حاجه الاسترتش. الاسترتش يعني ده بيقلاو الهولو اورجان تو كونتراكت وين ستريتشد وين ديستندد، ودي برضو انا عاوز اتامل فيها مش عاوز نحفظ يا اولاد. من روائع الخلق والخالق انه مفروض لما اكل اني حته اللي تشتغل في الامعاء اللي فيها الاكل ولا تشتغل اللي ما فيهاش الاكل؟ طبعا اللي فيها الاكل تشتغل عشان تزق الاكل الحته اللي بعدها والحته اللي بعدها تزقها اللي بعدها. بتحصل بصوره اوتوماتيكيه يا اولاد. اي حته بيستقر فيها الاكل اهو، الاكل ده بيعمل ايه؟ بيعمل ستريتش. فالحته اللي فيها ستريتش تعمل كونتراكشن، ينزل الاكل الحته اللي بعدها يحصل لها ستريتش فتعمل كونتراكشن. ايه الروعه دي؟ يعني كان الانتستين بتفكر الحته اللي ينبغي تشتغل لانه وصلها الاكل هي اللي هتشتغل، اللي ما فيهاش اكل استنى ما يجي لها الاكل. طب كيف يعلن الاكل عن تواجده؟ بانه بيعمل ستريتش في السموث ماسل، لما بيدخل الاكل الحته دي بيحصل لها ستريتش، فربنا خلى الستريتش يعمل انقباض، تروح للحته اللي بعدها اللي بعدها تبقى ستريتش، الستريتش يعمل انقباض. ايه التنظيم الرائع ده؟ كاني في عقل فقط اللي بيوصلها الاكل هي اللي بتنقبض عشان تساعد الهضم وتساعد خلط الاكل بالعصائر الهاضمه عشان تهضم وعشان تزق الاكل اول ذا واي بالستريتش. شوف الروعه. اللي بعدها الكولد يا اولاد، كلنا عارفينها، بينكريس الكونتراكشن. بس على واحد يقول بيديكريس الكونتراكشن يا بابا، ده الناس بالفطره بتقول لما يجي له مغصه في معدته يقول لك انا خدت برد في معدتي فحاسس بالم. الم يعني ايه؟ يعني كونتراكشن قوي عامل الم، يبقى الكولد بينكريس كونتراكشن. مش عاوز اشرح لوكال فاكتورز، كل دي ستيميلاتوري فاكتور نمره 2 في 4 اهو، وشوف الالوان بتساعدك، الاربعه باللون الازرق دي سوايل، هو ربنا خلق الالوان ليه؟ بتساعد الذاكره. لوكال فاكتورز الاسيدز وزياده الكربون دايوكسيد ونقص الاوكسجين تعمل ريلاكسيشن، الالكالي والبوتاسيوم تعمل كونتراكشن. خلاص يبقى الاسيدز وزيادة الكربون دايوكسيد ونقص الاكسجين، يعني مفيش اكسجين هتشتغل ازاي العضلات؟ وفي ثاني اكسيد الكربون يصب بقى، واضح انها اشتغلت زيادة فتريلاكس. ايه الدلائل انها اشتغلت زيادة؟ ثلاث دلائل. ان الشغل قلنا الميتابوليزم ما بيطلعش غير اسيدز، ان الاسيد زادت خلاص، والكربون دايوكسيد الناتج من الشغل زاد واستهلكت الاكسجين نقص. اشتغلت كتير يبقى بس تريح بقى، فربنا خلى دول يعملوا ريلاكسيشن. العكس الالكالي والبوتاسيوم يعمل كونتراكشن. نيجي هيومورال فاكتورز، وانتوا فاهمين يعني ايه هيومورال فاكتور؟ يعني حاجه عن طريق سوائل الجسم جايه. في لايجان مواد كيميائيه جايه عن طريق سوائل الجسم هتباين مع ريسبتور تدي ريسبونس. لو مسكت في اكسيتاتوري ريسبتورز هتعمل كونتراكشن، مسكت في انهيبيتوري ريسبتور هتعمل ريلاكسيشن. طب ان وات واي الاكسيتاتوري ريسبتور بيعمل كونتراكشن؟ هو في كونتراكشن من غير ما الكالسيوم يزيد جوه السموث ماسل؟ يبقى 100% الاكسيتاتوري ريسبتور في النهايه بتؤدي لزياده السيتوبلازميك كالسيوم وبالتالي كونتراكشن. يعني ده لك مثال، يعني انت فاكر الكالسيوم اللي كان جاي من بره كان بيجي عن طريق ايه؟ طالب يقول لك انت قلت لنا تو شانلز، يلا قولهم لي كده ساعدني. فولتج جيتد، والثانيه كان اسمها ايه؟ لايجان جيتد. انا بقى عاوز اللايجان جيتد.
فيمسك الليجند في الريسبتور يفتحها، يدخل كالسيوم من بره اللي هو المصدر الرئيسي اكسترا، يزيد جوه السموس ماسل في السيتوبلازم يعمل كونتراكشن. قلناها لو انت فاهم ليجند مش الكالسيوم كان بيدخل بليجند، لكن لو مسكنا في الليجند مسك قفل الريسبتور يبقى مانع دخول الكالسيوم، يبقى بالعكس الكالسيوم يقعد بره فيحصل هايبر بولاريزيشن، يبقى بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف يحصل ريلاكسيشن خلاص، وبالعكس الكالسيوم اللي جوه هيحصل له بامب فروم ذا سيل، والاكتيفيشن اوف بوتاسيوم شانل هتنهبت الكالسيوم انفلكس، يعني الكالسيوم بيدخل واللي جوه خرج، يبقى الاوتر سيرفس عليه مور بوزيتيف تشارجز، يبقى هايبر بولاريزيشن، يبقى يقلل ال اكسايتابيليتي. طيب العامل الرابع رول اوف نيرف سبلاي، قلناه في الاوتونوميك، هل النيرف سبلاي يا اولاد نيرف اوبريتور ولا نيرف ريجوليتور في الاوتونوميك؟ ريجوليتور، يعني يا تزود يا تنقص، بتافكت السبونتينيوس كونتراكشن. دي طريقه، في طريقه ثانيه صار النيرف بتافكت الكونتراكشن بطريقه ثانيه، انها بتغير السنسيتيفيتي تو لوكال اور سيركوليتنج كيميكال ايجنتس، يعني النيرفز السمباثاتيك والباراسمباثاتيك بتخلي الليجند ريسبتور يا اكثر يا اقل حساسيه للمواد اللي جايه عن طريق سواء الجسم لوكال اور سيركوليتنج كيميكال ايجنت. يبقى النيرف بتؤثر بطريقتين، دايركتلي تزود او تنقص كونتراكشن، وان دايركتلي انها تسمح بدخول كالسيوم كتير او كالسيوم قليل عن طريق تغيير السنسيتيفيتي تو لوكال اور سيركوليتنج كيميكال ايجنتس. نيجي رابع واخر حاجه وهي الاهم، اللي هو ريليشن اوف لينث تو تنشن، ظاهره اسمها بلاستيسيتي بلاستيك. خلاص بص معايا، ما هي البلاستيسيتي؟ اي عضله من العضلات الثلاثه اللي هم سكيليتال او كاردياك او سموث، دي العضله ايه؟ لو زودت الانيشال لينث بتاعها شدتها التنشن هيزيد، وقلنا ده يسموه باسيف تنشن. بسبب ايه؟ انك بتشد السيريز الاستيك اليمنت. المفاجاه اللي اول مره هتعرفها، عارف مين السيريز الاستيك اليمنتس جوه الماسل الحقيقيه اللي هي ما هياش اكتين ومايسين لكن في نفس الوقت الاستيك؟ افتح ودانك، الكروس بريدجز. يعني الكروس بريدجز اللي ماسك المايسن في الاكتين، لان نورمال فيه ماسل تون، لما انت بتزود الطول المبدئي العضله الكروس بريدجز ما بينهم بتتشد فالتنشن بيزيد، وده اللي سميناه كده باسيف تنشن. طيب في السكيليتال ماسل طول ما انت شادد التنشن زايد، في الكاردياك ماسل طول ما انت شادد التنشن زايد، افتح ودانك. في السموث ماسل برغم انك لسه مزود الانيشال لينث، لسه مزود طول عضله، تلاقي بعد شويه التنشن بقى نورمالايزد، التنشن اللي زاد قل. هو ده ظاهره البلاستيستي. يبقى يعني ايه بلاستيستي؟ نورماليزيشن اوف تنشن، يعني التنشن رجع للنورمال برغم ان الطول بتاع العضله لسه انت شاددها، اللينث بتاع العضله ما زال زايد، يبقى نورماليزيشن اوف تنشن وذ انكريز لينث. تعالى نشوف الرسمه، جميله قوي اهي. دلوقتي لما حضرتك ده المايسن وده الاكتين، وقلت لك بقى الاول مره تفهم ان الالاستيك اليمنتس السيريز الاستيك اليمنتس هي كروس بيجز، لما تزود الطول المبدئي العضله اهو، تابعني بالليزر، يبقى العضله طولها زاد اهو، حضرتك عملت ايه؟ الكروس بيجز اللي كانت ماسكه بين هنا وهنا اتشدت فالتنشن زاد. طب ازاي برغم ان انا لسه شادد العضله التنشن رجع للنورمال؟ هقولها لك، ان الكروس بريدجز غيرت مكانها، يعني بدل ما هي ماسكه في حته بعيده اهي، ناخد ليزر الثاني يمكن يبقى اقوى شويه، لا الاثنين ضعفوا، يبقى نغير البطاريات، بدل ما ماسك في حته بعيده يغير ويمسك في الحته دي اهو زي هنا، فالشد قل فيبقى نورماليزيشن، التنشن رجع للنورمال. هي دي ظاهره البلاستيستي. سؤال صعب في الام اس كيو. يبقى ما هي البلاستيستي؟ تعال نشوف مع بعض. ديفينيشن، نورماليزيشن اوف تنشن، التنشن رجع للنورمال.
with increased length. Smooth muscle is plastic. That is if stretched, لو شدتها الأول التنشن يزيد اهو. First التنشن is increased. طب then التانية gradually decrease to normal. يرجع تاني normal وانت فاهم ليه؟ عشان حصل rearrangement للcross bridges. يبقى ايه الميكانيزم؟ اهي مكتوبة تحت الميكانيزم. تعال نحطها كده عشان نشوفه. يبقى احسن. يبقى الميكانيزم rearrangement of cross bridges. الكروس بيجز اعاد الترتيب روحها بدل ما ماسكه في البعيده دي ومشدوده مسكت في واحده قريبه يبقى ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز. طب ايه السيجنيفيكانس؟ سيجنيفيكانس ان الهولو اورجان كان اكيوميليت لارج فوليوم ويذاوت ماتش انكريز ان بريشر. تعال افهمها لك في الحياه. لما حضرتك دلوقتي قاعد بتسمعني والمثانه اتملت بتاعتك بول يبقى السموس ماسل حصل لها ايه؟ ستريتش. فالكروس بريدجز جوه اتشدت. فالنتيجه لما زاد التنشن زاد عليه البريشر جوه المثانه البوليه. فحضرتك حاسس بان ضغط عالي في المثانه البوليه، حاسس برغبه في انك تروح تفضي. بس انت مستمتع وخلاص هنخلص. فقلت خلاص نستنى شويه هتابع المحاضره. تلاحظ حاجة غريبة جدا ان الاحساس اللي حصل ده بعد شوية انقضى. اديك فهمت ليه؟ لان الكروس بيجز غيرت مكانها فما بقاش no more increase in tension. tension رجع normal، البريشر بقى normal. وده يعني كأن اليورينا بلادر بتديك الارم بس في الاول بريشر زاد خد بالك البول بتابع كتير. لو حضرتك مش فاضي متشغل مش مشكلة بس طبعا بحدود. لو اتملت 700 سنتي مفيش كلام ده خلاص 700 سنتي لازم تقوم تفضي خلاص. لما اتملت اقل التنشن زاد انا حاسس ادتني جرس بس انا مستمتع بالشيء اللي بعمله ورايا حاجه عاوز اعملها. الكروس بيجز تعيد ترتيب روحها بحيث ان التنشن يرجع للنورمال البريشر نورمال. فالهولو فيسكاس ممكن ياكوموديت لارج فوليوم من غير ما البريشر يزيد. امال ليه زاد في الاول شويه؟ الارم انذار خد بالك. بقولها حتى قصه لطيفه. لما ناخد طفل يعني الاطفال دول يحبوا ينكدوا عليك شويه وبعدين تقول له تعالى بابا ناخدك ماكدونالدز او ما شابه وتو ما نزلنا عاوز اعمل تواليت. تقول طب يا بابا استنى بقى ما نروح ماكدونالدز يعني خلاص اهو فاضل خمس دقايق وهنوصل استنى امسك روحك. العيال بتتكلم في سيولوجي. اول ما توصل ماكدونالدز بقى ويفرح بالصور بتاعه تقول له يلا يقول لك راحت. الواد بيحكي في سيولوجي حصل بلاستيستي. الكروس بريدجز غيرت مكانها التنشن راح البريشر ما بقاش زايد مش حاسس حاجه ممكن يكمل معاك بحدود عند حد معين هيرجع تاني. كل شويه تديك جرس كل ما يتجمع شويه بول تديك جرس عشان تفهم. يبقى ما هي اهميه هذه الظاهره الرهيبه اللي هي البلاستيستي؟ It allows hollow viscous الاحشاء الجوفاء to accommodate larger volume with minimal change in pressure. او انت فاهم الاول البريشر زاد وبعدين بقى نورمالايز. لما تشدد كروس بيجز زاد البريشر، لما عدلت من مكانها البريشر رجع تاني النور. ظاهره رائعه. ونفس الكلام في المعده. انت تاكل كده اكله فاول ما تاكل تحس المعده اتملت. يقول لك تعالى حالي تقول لا مش قادر دلوقتي ادوني بس فرصه شويه. خلاص ايه بالفطره ايه الفرصه دي هيحصل فيها؟ المعده هيحصل ري ارينجمنت كروس بيجز وتريلاكس فالبريشر يقل فتاكل تاني. يعني المعدة تنبسط فالبريشر فيها قل وحضرتك تاكل تاني وتنبسط. يبقى انتوا الاثنين مبسوطين بس بطريقة مختلفة. المعدة انبسطت ريلاكسيشن التنشن فيها قل فانت تقدر تقوم تاخد الديزيرت. مش كلنا بنعمل كده؟ الواحد اول ما ياكل بطني الديزيرت استنى شوية بس استنى شوية. ايه اللي حصل في الشوية دي؟ حصل ري ارينجمنت للكروس بريدجز. ده ظاهرة من احلى الظواهر يا اولاد اللي هي البلاستيستي. I hope I'm clear and I'm always clear. يبقى ده بتيجي في الام اس كيو ريليشن اوف لينث تو تنشن اللي هي البلاستيستي. ثلاث نقاط هتشرحها فيها. ديفينيشن، ما هي الديفينيشن؟ نورماليزيشن اوف تنشن ويذ انكريز لينث. ما زال اللينث ده فقط على فكره فين؟ في السموث ماسل. الظاهره دي البلاستيستي انها تقدر ترجع التنشن للنورمال برغم انها
ما زالت مشدودة اهي، ما زالت مشدودة، لكن التنشن رجع للنورمال. ده فقط في السموث ماسك. Normalization of tension with increased length. The smooth muscle is plastic. زي المسطرة البلاستيك اللي كنت ماسكها لكم اهي. ظاهرة يسموها البلاستيستي. اهي. بلاستيستي. تقدر تغير. بلاستيستي. يبقى تاني. Smooth muscle is plastic. That is if stretched هيحصل مرحلتين. تابع الرسمة بالليزر وانا بقول بكلام. في الاول التنشن از انكريز ليه؟ عشان تشد الكروس بيجز. اللي قلت المفاجاه كانت من هي السيريز الاستيك اليمنت في الماسلز كروس بريدجز، هو ده السيريز الاستيك اليمنت، شدت فالتنشن زاد. طب ازاي التنشن رجع للنورمال؟ ذن ذا تنشن جرادوالي ريتيرز تو نورمال، لان الميكانيزم حصل ري ارينجمنت اوف كروس بريدجز. الكروس بريدجز عدلت من مكانها فبقتش مشدوده فالتنشن رجع للنورمال. يبقى دي تاني نقطه، الميكانيزم rearrangement of cross bridges. طب ايه السيجنيفيكانس النقطه الثالثه؟ it allows hollow organ to accommodate large volume without much increase in pressure. كما المثانه البوليه في حاله اليورين، كما المعده في حاله الفود. تصور المعده حجمها 50 سنتي، عارف ممكن 50 سنتيمتر مكعب تاكوموديت 1000 سنتيمتر مكعب لتر من غير ما يحصل زيادة ضخمة في البريشر بظاهرة البلاستيستي. الخمسين يبقوا لتر. المثانة البولية لحد 400 سنتي زي الفل، من 400 700 بقى يبتدي البريشر يتصاعد وتبتدي مش قادر تمسك روحك. شيء رائع. كاتب نوت في بعض الجامعات ممكن تكتبها ككاركتر، انه السموث ماسل فاتيج ريزيستنس. ليه؟ فسرتها بسبب ظاهرة اللاتش بريدج اللي هو المزلاج الترباس ما بين المايسل والاكتين، انه السايكلينج يا بيقف نو سايكلينج او فيري سلو وعليه فيري ليتل كونسامشن اوف ادينوزين ترايفوسفيت وعليه يحصل ريزيستنت فاتيج. دي ممكن تخليها جمله خمسه، يعني في بعض الجامعات عندنا اربعه، في البعض الاخر ممكن تعملها خمسه. نقولهم تاني بقى كده، انا عارف انك ممكن تسمع الفيديو تاني، هقولها في عجاله بس الحاجات. يبقى اول حاجه بتتميز بايه السموث ماسل؟ بانها سبونتينيوس كونتراكشن ويذاوت نيرفز، خاصيه ما كانتش في السكيتال ماسل. تقطع النيرف في السكيتال ماسل يتشل. لكن مين عنده سبونتينيوس كونتراكشن؟ هنجيلها باذن الله. الهارت اقطع السمباثيتك والبارا، طول ما بيمر فيه سائل مناسب هينقبض. يبقى السبونتينيوس كونتراكشن دي في السموث والكارديك، ان هي ويذاوت نيرف. هذا السبونتينيوس كونتراكشن. النقطه الثانيه كنترولد بايه؟ كنترولد بموتور نيرف، مش مهم الموتور نيرف تسرع تبطئ السمباثيتك والبارا. وبعدين قلنا نمره بي ستيمولاتوري فاكتورز، ودي نمره بي كان فيها اربع نقط، حب النظام قوي. واحده هتبقى شرحناها لذيذه جدا، الاسترتش، حته اللي يدخلها الاكل وتبقى استرتشت اللي هي اللي تشتغل، ما يدخلهاش اكل ما تشتغلش. طب الكولد من الحياه، جاني برد في معدتي، انكريس كونتراكشن. طب اللوكال فاكتور شرحتها لكم، اما اللي يشتغل كتير يطلع اسيدز، يطلع، ما هو الميتابوليزم لا ينتج غير احماض، قلت لك في جسمنا الميتابوليزم عمره ما طلع غير اسيدز. يبقى ده وزياده السي او 2 معناها بيشتغل كتير، ونقص الاكسجين يستهلك اكسجين يبقى يريح بقى ريلاكسيشن، والعكس الالكالي بوتاسيوم كونتراكشن. وبعدين هيومورال فاكتورز، وقلنا جت منين؟ مش احنا الكالسيوم كان بيدخل عن طريق لايجاند جيتد شانلز؟ لو واحد فتحه يبقى اكسيتاتوري ريسبتورز اللي يفتحها الشانلز، يخلي كالسيوم يدخل اكتر، كميته تزيد جوه اكتر تنقبض اكتر، والعكس بالعكس لو ما دخلش الكالسيوم اللي جوه طلعناه هيحصل هايبر بولاريزيشن وريلاكسيشن. طيب النقطه الثالثه، الرول اوف نيرف سبلاي ات افكت سبونتينيوس كونتراكشن بنفسها دايركتلي، وعن طريق انها تغير الحساسيه للكيميكال ايجنتس. طب الكيميكال ايجنت دي جايه لها منين؟ يا لوكالي يا عن طريق السيركوليشن. واخر خاصيه اللي هي relation of length to tension اللي اسمها plasticity. normalization of tension with increased length بسبب نمرة 2 rearrangement of cross bridges. اهميتها ان ال hollow viscous can accommodate large volume without much change in pressure. نمرة 5 او في بعض الجامعات مش 5 اكتبها نوت، بسبب ال latch bridge mechanism اللي هو مهم جدا في الام اس كيو. It's fatigue resistance. ما هو اللاتش بريدج؟ ان يبقى في لاتش ما بين
مزلاج بين المايوسين والاكتين ويتوقف عمليه السايكلينج او تبقى فيري سلو وعليه استهلاك الاي تي بي قليل وعليه تبقى فاتيج ريزيستنس. بكده يا اولاد خلصنا حاجات حلوه خالص: انتروداكشن، اوتونوميك نيرف، ماسلز، بلاد، وده الجزء الاساسي في الترم الاول للسنه الاولى. ولكن انا عارف ان بعض الناس عاوزه شويه ريسبريشن سيركوليشن، هناخد بدايات كده في السيركوليشن والريسبريشن باذن الله في الفتره القادمه. ومره اخرى بشكركم على وقتكم، واتمنى ان اكون قد افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق. وفقكم الله. جود لك، الى ان نلتقي.